يقول هذا السائل حفظكم الله في حديث لا يدخل الجنة مسبل إزارة، فما معنى هذا الحديث؟ وهل يعني بأنه لا يدخل الجنة ولو حتى كان مسلما؟ أنا ما رأيت الحديث بهذا اللفظ، ولكن الأحاديث في تحريم الإسبال كثيرة، منها من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه، ومنها ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، و دخوله في النار من باب الوعيد، فهو يدخلها من باب الوعيد ويعذب فيها بقدر ذنبه ولا يخلد فيها، فيعتبر من عصاة الموحدين الذين تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم ثم يخرجون من النار. نعم.